بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توعنا ونكسر إذا لهانتي بضاعوا ضيع الكسر دواء البرنامج كيني دبك هذا الغضب كنا إنه كي دونا دن كاس إيه سوماريلان سوماريلان أي دور شوي كولي سحب سميله قصة عضان يدو على الله دور شد ونو مرة يو هير جب جب هذا هو حالنا عيقة فريق شام عقلت شام سلو ما شاء الله سوماريلان مدور شيء كتير تهارت مصدقه بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جدهم بأمدة الصوماليات ملك استوى يشوفهم بحلا السلام الله عليكم سومالي لأن هاي كشرت دور الشو هاي إيه دجالكم كشرت هاي وكا واي دور الشو ده أنا كهرين حاجة مريا وحلا مريا أنا حلا مريا هذا وريج يدي ودم بي دور الشو ده يا الله مريا هانش أولو له يا الله مريا لبا أولو له مركز جرب سعودا حسون السومالي لأن دور الشو كشرت لكن دار كم ده حسبية ده أيام دجال كتير يجونا. سيد حسبية كل مية أو كله. سو دور شو كم كتير؟ دجال بكتير. إيه. مركا. يبغى حسب الحاكم في سامة. ها وحسب الحاكم في. ما سو سومالي سو سومالي لأن معها. وفرقوين كسومالي لأن فرقة كم ده وايد. لكن هو أول الأمر جي. هو أول ما واحد أمره كله شقينة يا. مثلا مركا قف كل دورته. يا أول الأمر يا مويانة هذا واكتي حلكي جدي قدور الشرة أيا أوامرت يجو أمضى بحنية أيا أيا ثلاث إسكالة واحد الثلاء يوح وريكتة وهي الدولة ذي أيسو صارك كرت هبيراته نوع عدوني بهن نقطة ما يجور وين قصوا حنرك يجو إذا ما نقدر إن مله مله بلو وهي لعلنا يوم بحلها دور شو ينكي السنة تأخذ أيا جو ملها دولة دو ملها تليع إذا نملها ملحوين نملها وسير أمننا مرها جدي قدور الشرع يا دالبنية إلك يباهي يقع إلك سومالنا وحك وحين كذا البنية هي أذاها مسؤول ككاء وأهتليها أيضا ك يا محمد ولا هاي تكحجين نديسة وحي بالاسكوت شنقوين يا فرس مويم بس عضة واسكوت مارت ولا ولا غيا وايف أنت أم لينا يا حزبك كل مية وهاوج آمية يا حلف ذي سو حلق آميين إن بارigan الدجال كسره، قلبيت كنا دورش عيكنا عاوز. سمعنا لا والله قيبي. ها، قيب دجال دجال لا ميسة، يا قيب صدور ميسة. ميدا بحنات كي لها موسو، ده كده انتهى ده ربط كارر كده وقصو ترينا. ها، واحد يوني هن قط، يعني قاب ك يفرس ماذا وحلو وذي. هذا واحد فينا يا مالو يتو شيدها هراء الله يسكوهر فديو، لبعدني عايزكوهر فديا. واحد شوقة. dadkii wax galka ahaa ee Soomaaliland gaar ahaan kuwa bariga iyo jooga gurmadii ciidan oo xal laha gaaray oo beelaha kala duwan ka socday waxa tagay ismadii dhaqanka waxa tagay siyaasiyiin xisbiyada kala duwan ka socda waxa tagay saraakiil ciidan waxa tagay madax kala duwan maalintii wuxuu xogay roo shaqaaqa ah dhacday in masuul ka mid ah xisbiga kulmiye ya qolo ciidankii soo gurmaday ah حوار هذا يرى قذف كتوري هل كاس إن وحكير رشي حوار شقاقة كذا رتاي ومحمد قل هذا يتو نبى عدو حبضه خدي سيد الله شيء أنتي ولا جود بي ده كم ماشي تري الجرمت كها هي كويسي شوقي يعني وحنا كلا نحجلي لا بقى أركتيو ومحيه لا بقى أركتيو aragtii xisbiga kulmiye xambaarsan aragtina waxa xambaarsan dadkii gurmadka ku yimid iyo bulshadii meesha deganay iyo hoggaankii dhaqanka iyo siyaasiyinta caafimaadka qaba labada aragtii waxay kala yihiin labada aragtii waxay kala yihiin midna waa weerar midna waa difaac kulmiye wuxuu taagan yahay taliyihii ciidanka Soomaaliland ee meesha joogay yaa la bedelay mid baa la keenay kale oo taliyahaasi dabcan deegaanku malahayge ahaa oo nin wuxuu ahaa yacni dadkan meesha wada degan inay dad walaalo ay yihiin oo isdilkooda iyo isku dhiigbaxooda dhibaato mooyaan aan wax wanaagi laga dhaxlayn dabcan wuxuu ka soo horjeeday aragtida maxamed iyo muuse ka soo horjeeday kii karkaarka la wadaareeyay mid baa la keenay hore u soo ah qolan kulmiye marka wufudi meesha tagtay والدولينا يدول من على سوق بس ماشي ده واحد شو جا تد كي مدح يوين تي بعد شو جا ماشي دي ماشي وديجان بالوين تهبرش على عائلة ده هبرش على أنا وما موقع تمد هذا يدولان أو دوني سد دجال إنه قاعدو
wixii siyaasad ah ee kooxaha iyo ku dhex jira ay sameynayaan magacii wata waa gooni laakiin hoggaankii iyo madaxdii habar jeclo codkeeda waynu maqleynay difaac baan nahay bay lahaayeen boqor ismaan maxamuud buur madow ugu dambeeyay hadlay wuxuu lahaa war annagu difaac dalkanagaan difaacanayna ciddii nagu soo gardo rootanay dhahan ka qoriyeynayna aragtidaas oo ah difaac baan nahay waxaa kale oo la qaba dadkii gurmadka ku yimid qoladan kulmiye ee mujaahid maxamed kaahin uu hogaaminayo ayagana waxay yidhahdeen maya nimankan isdhowrar mayna weeraa kala baxraa oo dhibankan xaggee loo kala bixi meelbala kala aadi mahaya halkan baa gawda laysku hayna wiilun baa dhiban mooyaane cid kala dhaqaaqaysa iyo cid kala baxaysa iyo maxaan ku yidhahda cid guulaysanaysa ma jirto geerida unbaa badanaysa waxa keliya ee laga macaasha dagaalka waa inay boqolaal wiil dhintaan ayaga marka dhinac sidanay ugu badinaysaa kulmiye xisbiga kulmiye waxay ugu badinaysaa in barina dagaal ka socdo galbeedna doorasho ka dhacdo iyo deegaamada dhexe marka tii baa laysla fahansan yahay tii yaa laysla fahansan yahay oo war annaga reerkanu hadday soo duulaan inaan iska difaacnaan ugu talagalay mooyaane inaan ku duulo danaha qurbahaanta waxay leeyi warannaga owlhore o duulimaad maanna ahayn waana lagu soo duulay yaaba laysku dili marka hadii mid waliba anugu difaac baan ku jiraa yaa laysku dili yaa maxaan ku idhahdaayto yaa la weeraray kee wax weeraray qoladii kulmiya marka ayaa qorshahoodii ahaa anagu waa inaan wax weeraraa oo aynu maxaan ku idhahdaayto cagta wax marinaa waxaa muhiimadu waxay tahay colaada riiqda colaada in lasii fogeeyo colaadu sii riiq dheeraato oo dhiig daadashadu sii badato oo bari oo dhan ay noqoto meel gubanaysa oo maxaan ku idhaha dabkeedu uusan saacadna demin qorshahoodu intaas waana inta kulmiyo ugu badinayso somalilandna ay kusoo maamulayeen muddadii toddobada sanaahid ay meesha joogeen inay maalin walba maxaan dhiig daata dhaqaale burbura maxaan ku idhahda dad dhinta dhibaatooyin intaa unbaa ka taagnay intii unbay damceynna sii badiyaan waana meesha keliya ee ay xoogaa fursadu hargeysa dee waa camirhad waa ololihii xisbiga wadana sidaa filaya maalinkii sii laba si fiican baa maaratay u camiran tahay taageeradooda iyo kasbashada dareenka dadweyne wax badan baa meesha jira xaqiiqduse waxay tahay yacni in sida hadda innaga wax inoogu muuqdaan si aan ahayn ay wax u jiraan yacni meeshan taatikooyin iyo tabcooyin siyaasadeed baa la isticmaalayaa kulmiye silaxuta ku hayo wufuud ka socota dhinaca etoobiya maalinka horbay hargeysa timid oda muuse naftirkiisa inuu baxa laga yaabaa xagga addis ababa inuu tago laba maalmood ka hor ama saddex maalmood ka hor doorashada sida qorshuhu yahay maya wax dhacista meeshan waxba laysma dhici kara ee waa un waxa weeye farsamooyinka fara badan waa lays xoogayaa mooyaane meeshan yacni caqli layskuma dhici karo laakiin wax walba waa laysu dhex gelinayaa kolka hore caqliga waa lagugu deeyaa farsamada waa lagugu deeyaa hadday kuwaas ku mari waayaan indhaha qoryaha lagaa gelinaya lasma turayo kursini afrikaana oo soomaaliya ciyaar lagagama qaado muhimadu marka waxay tahay yacni somalilan dagaal kuma jirta doorashay ku jirtaa doorashada ay ku jirto waa in isbedel muuqdo oo macnale oo muuse meesha lagu dhaafinayo uu kasoo baxaa haddii uuna kasoo bixin somalilan way ku daysay sababtoo ah yacni muuse taageera dad kuma soo baxayo hagu xukumaya aqal buu qaadaya dee halka uu xukuma ma shaqeynaysa markaa ma shaqeynaysa looma baahna in yar baa u baahan xaafadnimo laga yaaba inay ku taageerto in yar oo yani xaafada uu kasoo jeedo boqol markii loo qeybiyo yani qeyb ka mida waraysi maandhowto sida b b sidu ka qaaday ma daawatay libaax weynin de uu iska celiya wariyihii isagaa waraystay adugu maxaad doonaysa su-aasha inaad adugu aadaadeysa inaad adugu raadisiso mayna ahayn orsoobaan maxaana i weydiinaysaa waa maya nin usoo diyaar garooyay buu ahaa nin usoo diyaar garooyo somalilan war kama hayi waa u ka waran maxaan ka warrama somalilan sooma dhex joogtay
أدم كسبر بهن وجدين بيجي ورنت. وين؟ مركا. أنا أضيع قصة لغنا. جاهد كو. شقوين بقى بقى وياه لا. عاصمتي. وأنا تاجر سنة يعني واحد موسب بهو. حيال فربنا أنا واقف تاجر سنة. دو صون لغنا وأوصل بينا يعني. وتاجيري. شو تاجيري زين؟ وهادو صون وو بصون لغنا يا. تا أنا جه هذا واحد بدن إسكما سعره. سو ما أقدر. مركا كله وصون لغنا يعني عط كم صون لغنا عقلي بكصون لغنا يا يحدد. أنا ميت ماشة تال. مركا وتاجيرينا. تنتصمت شو هذا إنكار؟ ما فرياش الله استعماله يو قارو سفهمي كريم بشر فرياش شو هذا شقينا يا رها لا ماشى ده على كده عيا يا رها ماشى بوه اللي يقول له بس إريانا يا سك اللي سأل الله مغفران أم بكون عصومة سأكوي من ده على الكاس يا رب وحنا سكوي وين إيش العقل قال لا استعماله هذا نص اللي وحود عين سي أنا هين بوحلي نقول شيء جاي سمع كده ضد ما كسر وحلو شيء جاي لا بد نلعب كوه اللي بيحل هنا أنا جويرك أهين إيجيا كوه ضيرك إيه كامروين تلفنا ذا الأرض هاي سمارة قلوا والله وأنا ريان أنا جوير أنا جوير ده نادت كذا كشقيني يعني ملوقة فرنيمي قلت لي شقق في عم بهيان ويسلعك قادني لك ورق ملايين كقارن أفرياش شو هذا بيا أفرياش الله يستعمر يا أبي أبدا ما كمل بيا شو حوي الميبر مباشرة قاحولة شيء واحد اللي هذا شيء أو كاس هذا وقيب كم إذا قيبها وين الشقين يا قاحولة شيء وعلمي يا الله صوب بحان قاحولة شيء ها قاحولة شيء بلي حرنتي ده سنمت بس قوي هنجرتي وعلمي هذا هذا استعمارها هي شقينة يا محمد هذا تقولي بس أبكى وشقينة يا الفرينة يا رج أبو مكلا تغنيت بنو ملاين يا رج دوره محمد هذا عبد الله عبد الله دروا المية تغنى ماي مجاهدين تي وكميدي فيصل على ورامي اتقن مجاهدين تي وكميدي اي محمد الى هدايت نيكي لي هدو ان احمد اسماعيل سماتر مي اتقن مجاهدين تي اسنا كجرا يعني وا ددك فرياشي قاحوله جي كو شقينيو اي يغو دنا كو ودان كو شقي اي سياسي سياسي كلو شقينيا اول ادغو نولو موسو او وخن مركا ادغو هيشو إله أنا جرى وحنا سي إله كل غرام موسى وحسي أنا جانا كدم بي يعني ده إله أسي مرة هاي موسى إنسان مش غينا يا هاوي أسي كنت كم بقاتل ويا عين نسوق بجبين هرجي سمانتا مذبك ودني جزتك ها جزتك يا سيسي وحكون حشري يا باسكي يا هايستي عادي نروح على ده يدوقي موسى وصار الله بري ده كقار روح إلى هاي وردت كم ماشى ده كم ماشى ده هو dadku kaarar ma haystaan waxa lagu dagaalamaya waa kaarar iyo qeyle iyo woo ama aha dadka meesha jooga 120 baa ka haysta kaar markay u baahdo ay waxa meesha dhowaan arkayso oo waran live ay zoya gare ay tala kale qolo waliba u soo baxlaa xisbiyada bi maalinki xisbiyada leeyeen laakiin maalinkood waa aan barreed hadda ها همد أرت ماشى اللي بيحسبوا بقى كشرته حقيقة برك الواحد ضيع وكل مية يودني نمان هذا ما قاعد يودم كوتيرني أول رأي وتهان عبد الله در هرسيب وتها وأنا كل مية سمتر هلاعب وتها وأنا كل مية سمعنا كده فيصل أعد وتها وأنا كل مية والجنوب سواها سمعنا كده كل مية ودنا عاس ودني يكا iyo group koodi isbahaysiga ahaa iyagu hore u sameysmay iyaguna waa gooni labada qowdood ba tartamayeen waxa kale oo dhan waxba kama jiraan marka dadkan soo baxayna waxa way meesha u soo daawasho tagaan oo waxay ka helaan ma taqaana xogaa qeyrada iyo waxaas ay ka helaan Soomaali garan dii markii qeylo iyo qeyro lagu qabsanayo in rabu noqonayo madaxweynaha Soomaaliland aad baa maxsaday sakar lagu noqonayo iyo farsamooyin kale oo badan oo la isku daray dib ugu noqonayo ma noqonayo jamaa aad baa maasanta intaas ayaan jacaylahay daawada yaalina ku soo gabagabeeyay noqodobkeenna intay ku kulmi doona barnaamijyadeena dambe assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh